السلام عليكم أينما كنتم متابعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو خاص عن ضبط الساعة بسيارة تيغو 2013. طبعا تقدر تضبطها مباشرة من العتلة هاي، اكو عتلة هنا بس ما تبين. لذلك احنا شو راح نسوي؟ راح نفتح الأضوية اللايتات حتى تبين عندنا. فنفتح اللايت ونجي لهاي العتلة بالضبط، هاي الموجودة هنا إذا تشوفونها. فنجي شو نسوي؟ نضغط عليها، نضل ضاغطين وننتبه للساعة، نضل ضاغطين ننتبه للساعة. فمن بدت ترمش الساعة، إذا جاي تلاحظون شوفوا، راح نعوفها. شوفوا، نرجع مرة ثانية نضغط حتى نشوفها أوضح. شوفوا ساعة ظلت ترمش. فش نسوي؟ النوب نضغط عليها ضغطات 1 2 3 وهكذا إلى أن نشوف. طبعا النظام هنا 24 ساعة. نرجع 1 2 3 نضغط عليها ضغطات 4 5 6 7 8. المهم نعوفها. نعوفها راح تحول على الدقائق، متحول على الدقائق نرجع نضبطها وهكذا. شوفوا الى ان نوصل للدقائق اللي احنا نحتاجها بالوقت المضبوط. يعني شغلة بسيطة بس مرات واحد ينساها. نرجع اوكي هاي 55 ونشوفكم فيديوهات أخرى إن شاء الله.